السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب يوسف مصطفى. النهاردة هنشرح مراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. في سؤال يعني مشهور جدا بيجي لك: مرت الدعوة بأربع مراحل. يجي لك كده: دلل مرت الدعوة بأربع مراحل. هتقول له: هي المراحل، المرحلة الأولى مرحلة سرية الدعوة، بدأت من البعثة حتى السنة الثالثة للبعثة، والمرحلة الثانية هي مرحلة هي مرحلة الجهر بالدعوة أو العلنية بالدعوة دون مواجهة دون قتال، وبدأت من السنة الثالثة للبعثة إلى الهجرة. المرحلة الثالثة هي مرحلة مواجهة المعتدين على الدعوة، وبدأت من السنة الثانية من الهجرة. ركز، الهجرة وليست البعثة. محدش يجي يقول لي بدأت من السنة الثانية من البعثة، غلط طبعا. بدأت من السنة الثانية للهجرة حتى السنة السادسة للهجرة. المرحلة الرابعة هي مرحلة عالمية الدعوة، ومواجهة كل من يقف أمام نشرها، وبدأت بصلح الحديبية. المرحلة الأولى هي مرحلة سرية الدعوة، واستغرقت 3 سنوات. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أهل بيته والمقربين منه، فكان أول من أسلم النساء زوجته خديجة رضي الله عنها وارضاها، وأول من أسلم من الرجال صديقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وأول من أسلم الصبية ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وأول من أسلم الموالي خادمه ومولاه وخادمه زيد بن حارثة. الموالي يعني الموالي هم غير العرب الذين دخلوا إلى الإسلام. عندما بدأ عدد المسلمين في التزايد فوصل إلى أكثر من 30 مسلم أو ومسلمة، اختار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ركز، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، مش دار الندوة. ليه دار الأرقم ابن أبي الأرقم اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليه اتخذوا للمسلمين؟ عشان يتعلموا، لكي يتعلموا فيه مبادئ هم الإسلامية ويتدارسونه فيما بينهم. فأصبح دار الأرقم ابن أبي الأرقم أول مدرسة في الإسلام. المرحلة الثانية من الدعوة هي مرحلة الدعوة الجهرية دون مواجهة دون قتال. بعد 3 سنوات من مرحلة سرية الدعوة، أذن الله تعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجهر الدعوة، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على جبل الصفا، فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ يعني كده بالترجمة، يعني لو أنا قلت لكم إن في وراء جبل الصفا جيوش بمجموعة خيول عايزة تهجم عليكم، هتصدقوني؟ فقال أهل قريش: نعم، ما جربنا عليك كده من قط. طبعا الأنبياء لا يكذبون والرسل لا يكذبون، فيعني ما شافوش منه حاجة سيئة أبدا وما شافوش بيكذب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. وبسبب الجملة دي نزلت سورة المسد. في نفس اللحظة رد علي الرسول صلى الله عليه وسلم على عمه أبو لهب، ومن هنا ومنذ ذلك اليوم بدأت المحنة والابتلاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.